تتوصل الثلوج كما قذائف الأسد بالهطول على مدينة الرستن، حالها حال مدن سوريا، فيغطي اللون الأبيض ما استطاع تغطيته من آثار الدمار فيها، لكنه أيضا يزيد من معاناة قاطنيها. نحن هلق عم نكتب وظائفنا، بدنا نجهزن عشان بكره بس نروح على المدرسة وخفت العاصفة الثلجية ونروح على المدرسة ونلعب مع رفقاتنا. ما فينا هلق نطلع لبرا، واللي بيطلع لبرا بيموت مثل البنت هديك اللي اسمها آمنة. بعض صغار المدينة أبت طفولتهم الاستسلام لواقع الحصار والموت الذي بات يحيط بهم من كل جانب. وعلى الرغم من تراكم الثلوج وما رافقها من موجات الصقيع وهبوط درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وجدوا في اللعب ملاذا ودفئا لأجساد أرهقها الجوع والبرد. طلعنا نلعب بالثلج لأنه محاصرين، إنا سنتين، أنا أبوي إله سنتين بالهذا، طلع بالسجن، طلعنا نفرح ونلعب كل أولاد الحارة هون، وفي قسم محاصرين، ما بنقدر نطلع، ملينا وهون برد كثير، طلعنا نلعب بالثلج. آخرون غيرهم آثروا البقاء في منازلهم خوفا من أن تؤول حالهم إلى أمثالهم، مما انقضى جراء البرد القارس وضعف وسائل التدفئة. استشهاد الأطفال نتيجة البرد القارس في مدينة الرستن جراء العاصفة الثلجية التي تمر بها هذه المدينة. قلة هم المحظوظون ممن تمكنوا من جمع بعض الأخشاب أو الورق المقوى في حال وجدت لتحول دون تجمد قلوب صغيرة، بينما القسم الأكبر من أهالي وأطفال المدينة يستعينون بالأغطية الخفيفة لتدرأ تجمد أطرافهم. كل نهار ندور على كراتي بس مشان يدفوا أخواتي وما منلاقي، أو خاطر نلاقي كم كرتوني منخلي أخواتي الصغار يدفوا عليهم، وأخواتي نحن كل نهار الساعة 5 منروح مندور وأوقات ما منلاقي، لحتى بالزبالة مندور على أغراض مشان بس نشعل النار. ويبقى في مقابل ضراوة الحصار وسماكة الثلوج أصوات لضحكات أنهكها الأبيضان، الثلج والكفن.